أنجز فنان هاون في فنلندا رسمة عملاقة حفرها بواسطة خطى في الثلج بمساعدة عدد من المتطوعين ليحقق نجاحاً مبهراً ويلقى اهتمام مثير من وسائل الإعلام العالمية المختلفة. نتعرف معاكم على المزيد في تقريرنا التالي. حقق فنان هاون في فنلندا نجاحاً هائلاً بإنجازه رسمة عملاقة كان قد حفرها بواسطة خطاه في الثلج بمساعدة عدد من المتطوعين مستقطباً جمهوراً واسعاً ومثيراً اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام. استغل يان بيكو فصل الشتاء في فنلندا ليمارس هواياته الفنية، وتنكشف الرسمة التي وقعها في دائرة قطرها نحو 160 متر من المساحة المكسوة بالثلج من العلو، كان قد حققها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لتكون أكبر رسمة في الثلج في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا. ولا يمكن لمس جمال الرسمة من الأرض، فلا تظهر تفاصيلها إلا من السماء، فتنكشف خطوطها المتداخلة على شكل دوائر ماندالا عملاقة. كل ما كان يان بيكو يريده في البداية هو صنع شيء جميل على الثلج الذي يكسو ملعباً رياضياً، فرسم مشروعه على الكمبيوتر. بعد ذلك جند متطوعين في صفوف مجموعة من هواة السير بأحذية الثلج، فاستخدموا حبالاً لرسم دوائر على الثلج تنسج رسمة مطبوعة على خارطة.